هل تعلم أن جوان هيرونج تشبه الشخصية المقدرة تشون لي من ستريت فايتر؟ أو أن ماريا أوز لديها عيون عملاقة مثل شخصية الأنمي؟ ستعرف المزيد اليوم في هذا المقطع، حيث ستتعرف على 10 أشخاص بجمال فريد من نوعه، حيث إن هؤلاء الأفراد تجعلهم خصائصهم الجسدية غير العادية بارزين فوق بقية البشر. دعونا نرى هذا، لكن في البداية لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بقناتنا. جوان هيرونغ، إنها طبيبة مقيمة في الصين، وعلى الرغم من حياتها المهنية فهي توفر الوقت الكافي للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ونحت جسدها بنفس الطريقة مثل أفضل لاعبي كمال الأجسام. وبمجرد النظر إلى مظهرها يمكنك أن ترى أن الدكتورة جوان لديها كتلة عضلية مذهلة للغاية، ومنذ اللحظة الأولى للصور ومقاطع الفيديو التي تشاركها بدأ البعض يشيرون إليها على أنها تشبه شخصية تشون لي من لعبة ستريت فايتر، وتمتلك بالفعل لياقتها البدنية الرائعة ووجهها الجميل. في الواقع هذه الفتاة تشارك كثيرا من الفيديو الخاص بها على شبكات التواصل الاجتماعي، وهذه هي الدرجة التي وصلت إليها من جسم فولاذي. والحقيقة إذا لم يكن لديها مهنة كطبيبة فيمكنها أن تصبح نجمة أفلام أكشن بنفس أسلوب بروستي. ماريا أوز، الفتيات الجميلات تكثر على إنستغرام، ولكن الحقيقة أن معظمهن يشبهن بعضهن البعض كثيرا، ولكن مايا أوز الأوكرانية تختلف عنهن، حيث تبدو عيناها كبيرة جدا ومشرقة في جذب انتباه الملايين من الناس الذين يقولون إن مقلة العين هذه هي الأكثر دهشة في العالم. عادة تتلقى ماريا آلاف التعليقات ظنا منهم أنها غير حقيقية بواسطة تطبيق فوتوشوب على صورها لزيادة حجم العين، ولكن هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 20 عاما تدعي أن عينيها الزرقاوين طبيعيتان بنسبة 100%، وهي ليست ممن أجروا أي نوع من الجراحة لتكبير محيط الجفن. جميع متابعيها على إنستغرام شجعوها على بدء مهنة كموديل، حيث إن لها مظهرا غريبا يجعلها تبدو وكأنها فتاة أنمي التي جاءت إلى العالم الحقيقي. إذا كنت تستمتع بهذا الفيديو اضغط على زر الإعجاب واشترك بقناتنا لمشاهدة المزيد من المقاطع الرائعة. بيرا إيفانيشفيلي، لمئات أو ربما لآلاف السنين الأشخاص الذين يعانون من المهق وصفوا وتم اتهامهم أنهم ممارسوا الفنون المظلمة، ولكن الحقيقة أن المهق هو مجرد نقص في تصبغ الجلد بالكامل. الآن مع القرن 21 ومع ظهور شبكات التواصل الاجتماعية أصبح العديد من الأشخاص المصابين بالمهق يرفعون أصواتهم لتبرز شخصياتهم في مجالات متعددة، كما هو الحال مع إيفانيشفيلي مغن من جورجيا يأسر الجميع بمظهره القريب ومهاراته كموسيقي رائع. سترى من خلال فيديوهاته أنه يعرف بالفعل كيف يعزف على البيانو والطبول والكمان، وفي عام 2011 أطلق أول أغنية له منفردة دفعته إلى الشهرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، كما قام في العام التالي بإصدار ألبومه الأول. الآن بعد أن تم تصنيفه كواحد من أنجح الموسيقيين في بلده استفاد الكثير من شعبيته لدعم الناس المصابين بالمهق. ديبورا مورينو، الفتاة التي تدعى ديبورا مورينو كانت من الأطفال الذين يعانون من البهاق، وهي حالة يصاب فيها الجلد بفقد صبغته تدريجيا مما يؤدي إلى أن زملائه في الفصل سوف يسمونها بقرة بسبب البقع البيضاء التي تتناقض مع لون جلد جسمها البني. عندما بلغت من العمر 11 عاما انتشر البهاق إلى جسدها والوجه والذراعين، وبسبب المضايقة المستمرة التي تتضمنها ألقاب كالحمار الوحشي أو البقرة وغيرها وصل بها الحال إلى التفكير في ترك المدرسة والبقاء محبوسة في منزلها للأبد. لاحقا عندما كانت في عمر 15 قررت الاحتفال مع صديقها وهما يرتديان قميصا بدون أكمام لتظهر للعالم الحقيقة الجميلة. في الحقيقة فاجأت الجميع بجمالها غير العادي، وهذا ما شجعها على تجربة مهنة عارضة أزياء حاليا. وتعد عارضة الأزياء ديبورا واحدة من أهم عارضات الأزياء، حيث تشارك في عروض الأزياء في جميع أنحاء العالم، وأيضا شهرتها الكبيرة أصبحت مهمة لإلهام الآخرين ممن يعانون من البهاق. داكي ثوت، ولدت في جنوب السودان خلال الحرب الأهلية التي دمرت البلاد، مما اضطرت عائلتها إلى الفرار إلى أستراليا، حيث نشأت في بيئة كان من الصعب فيها أن تشعر بالفخر من مظهر جسدها المختلف تماما عن الآخرين، ولكن الشابة كانت تعرف كيف تستفيد من مظهرها القريب وشاركت في مسابقة عرض الأزياء، وقد احتلت في أستراليا المرتبة الثالثة كأفضل عارضة أزياء، لكن هذا لم يكن النهاية، حيث انتقلت إلى نيويورك وقد تم تعيينها في أكبر وأفضل الماركات التجارية كواحدة من أرقى عارضات الأزياء في الوقت الحاضر. تستخدم شهرتها الكبيرة لإلهام كل هؤلاء الفتيات اللواتي يشعرن بالاختلاف لاكتساب الثقة واحترام الذات.
إسكرا لورانس. منذ أن كانت صغيرة كان حلم إسكرا الوحيد هو أن تكون عارضة أزياء، ولكن عندما بلغت سن المراهقة جميع وكالات عارضة الأزياء أغلقوا الباب في وجهها بحجة أنه كان لديها بضعة كيلوغرامات إضافية. رغم ذلك لم تجرب اتباع نظام غذائي واتباع الرياضة لنحت جسدها. قررت أن هذا جزء طبيعي من الجسد ولا شيء يجعلها تخفي، لذلك قررت قبول نفسها كما يظهر في المرآة وتبدأ في أن تكون عارضة أزياء مهما كان الأمر. أصبحت إسكرا واحدة من أول عارضات الأزياء اللواتي خرقن القواعد في عالم عارضات الأزياء، وكانت تعرض صورها بشكل طبيعي بدون تنقيح برامج الفوتوشوب، ومن ثم أصبحت مشهورة جدا، كما بدأت في الحملات التي تدعم صورة الجسم الإيجابية للمرأة. في عام 2016 تم اختيار إسكرا كواحدة من أكثر 100 امرأة نفوذا في العالم، وتعمل أيضا كمتحدثة باسم الجمعية الوطنية لمساعدة الفتيات الشابات اللواتي لا يشعرن بالرضا عن أجسادهن. سوناني ليمبو. ولدت منذ 25 سنة وهي فتاة أسيوية وجهها مليء بالنهش، وتعتبر جذابة للغاية بمعايير الجمال الأسيوية. شعرت كثيرا في حياتها بالسوء بسبب المضايقات المستمرة مع زملائها في العمل. انتقلت سوناني إلى لندن حيث رآها مصور ذات مرة تتمشى في الشارع وأخبرها أنها تبدو مختلفة، حيث بجانب خطوط وجهها تشبه تلك الموجودة في فيلم أفاتار. فهذا الجمال الفريد من نوعه يستحق أن يكون على منصة أسبوع الموضة، وبدأت رحلتها كعارضة أزياء مع أفضل المصممين المميزين كشانيل، فيندي، غوتشي، وهيرميس وغيرها. خوديا ديوب. إن العارضة السنغالية خوديا ديوب قد أثنت على نفسها أنها إلهة الميلاناين، ونظرة واحدة فقط على جلد من خشب الأبانوس فلا شك في السبب لاختيار هذا الاسم. ولكن عندما انتقلت إلى فرنسا في سن 5 كانت حياتها على العكس تماما، ولم تكن فخورة بمظهرها مطلقا. فتاة ذات بشرة داكنة كانت المدرسة بأكملها تسخر منها وجميع الأطفال الآخرين، لدرجة أنها لم تجرؤ في عدة مناسبات على مغادرة منزلها واختارت البقاء في غرفتها، حيث أوصاها أحد الأصدقاء يوما ما بأن تجرب أن تصبح عارضة أزياء حتى تكتسب الثقة بالنفس. وبمجرد أن بدأت على إنستغرام قفزت إلى الشهرة، ثم انتقلت إلى نيويورك حيث تلقت ثناء من جميع الخبراء في صناعة الأزياء الذين يقدرونها، وكانت مصدر إلهام لكل هؤلاء الفتيات ذوات البشرة الداكنة. ويمكنهن أيضا أن يتألقن في حملات المكياج، وخصوصا المكياج المصنوع للبشرة الداكنة. هنري روز دالتون وستيفن راك باسكران. هذا الثنائي المصممان الكنديان وراء اتجاه جديد في التصميم والأزياء يهدفان إلى الإلهام والإبداع بشكل مثير للجدل. في أي مكان يحضر هذان المصممان يصنعان الملابس والأحذية ذات الآثار الجلدية والتشوهات والأطراف الصناعية التي تعطي مظهرا خارجيا لتدعيم أسلوبهن المثير للدهشة والمشابه لشخصيات أفلام الخيال العلمي. هنري روز وستيفن شعرا بالضغط والتنمر خلال فترة المراهقة، وبعدها اجتمعا في مدرسة مونتريال للتصميم وقررا إنشاء أسلوبهما الخاص بهذا الشكل المثير للدهشة الذي يترك اختلافا كبيرا في هذا العالم. يشير الثنائي إلى أن معركتهما ضد معايير الجمال تسعى إلى الإلهام للأشخاص الآخرين بأفضل طريقة ممكنة. رالف سوفرانت. يعاني رالف سوفرانت من حالة تشبه البهاق وتركت بشرته مليئة بالبقع والنمش. كان قد انتقل كمهاجر في بروكلين، كان لديه طفولة مليئة بالبلطجة والمضايقات في أي مكان كان يتواجد به فقط لأنه كان مختلفا. ومن خلال عدم وجود أصدقاء في حياته كان يقضي وقت فراغه في الحديقة أو التمرين. كان هناك مصور أزياء رآه وأخبره أن لديه مقومات أن يكون عارض أزياء. في البداية كان الأمر غريبا بالنسبة له ولم يأخذ الأمر على محمل الجد. بعد ذلك أصبحت لديه شجاعة كافية لحضور جلسات التصوير التي أصبحت خطوته الأولى في طريقه إلى عالم الموضة. وبعد عامين فقط أصبح رالف واحدا من أكثر العارضين رواجا في صناعة الأزياء، وأتيحت له الفرصة للعمل على حملات لخط تومي هيلفيغر كالفن، وتم طرحه مؤخرا على الجينز وغيرها من العلامات التجارية المهمة في العالم. الآن أصبح رالف شاكرا لحالته وعلى مساعدته في إخراج أهله من الفقر. الآن حان دورك، ما أكثر الخصائص الفيزيائية غير العادية التي رأيتها؟ اترك لنا تعليقا. إذا تعلمت وعرفت شيئا جديدا في هذا المقطع شاركه مع الأصدقاء. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا.